في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتجلى له كل شيء وأعلم بكل شيء. تتوقع أنه هذا يحصل من إذا الذي وضع أنامله وكفه في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام. الله احفظوا هذه أئمة التوحيد ماذا يقولون؟ يقولون أنامل وكف ووضعت في كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي أتت بالأثر. اليد يد الله، الأنامل أنامل الله، والمرئي الذي رآه هو الله. ماذا بقي إذن عندنا؟ أيضا فقط للتذكير سيأتي الكلام عن هذا، هل يوسف رأى الكواكب أم رأى أخوته؟ رأى الشمس والقمر أم رأى الأبوين؟ الآن نقول هذا، رأى الله أم رأى غير الله أم رأى المخلوق؟ رأى الأنامل واليد أو مسته الأنامل واليد؟ أنامل مسته أنامل الله ويد الله، أو لا يد مخلوق وأنامل مخلوق؟ لاحظ تأكيد وإصرار شديد جدا من تيمية ومن شيخه الدارمي على أنه رأى الله وأنه كف الله وأنامل الله، وأن القوانين الطبيعية والفيزيائية والانتقال الحراري جرت على الرب. الخامس، وإذا ثبتت عندكم الرؤية وبهذا اليقين والإطمئنان فلماذا في مغالطاتكم ومجادلاتكم الباطلة تحاولون إنكار ما نسب للإمام أحمد أنه قال رآه 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 حتى انقطع النفس؟